تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، أصبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا اليوم الأستاذ أيمن. واليوم بعد غياب فترة طويلة يشاركني في التقديم معي أختي وصديقتي وزميلتي أمنال علي. شكرا لك دكتورة، أنا سعيدة اليوم جدا بتواجدي معك عشان نقدم هاي الحلقة المميزة للمستمعين إن شاء الله. وفي التقديم معاكم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامجكم صحة وسعادة تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين الأعزاء، أنا دائما أحب أذكركم أن لقاح كوفيد-19 أصبح متوفر في هيئة الصحة، مو بنوع واحد أو نوعين، ثلاثة أنواع أصبحت متوفرة في هيئة الصحة، وهو والأنواع هي لقاح فايزر بايونتك، لقاح ساينوفارم، ولقاح أوكسفورد أسترازينيكا. الثلاثة متوفرين في هيئة الصحة في دبي. إذا كنتوا حابين تحصلون على أي من هاي اللقاحات، بادروا بأخذ موعد إما عن طريق الاتصال برقمنا الموحد 800-342 أو آمنة الطريقة الثانية شكايل؟ عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي اللي هو تطبيق DHA. بالضبط، يعني الموضوع جدا سهل، وإذا أنتم مستصعبين سالفة المواعيد صدقوني أعزائي المستمعين هذا بيكون وايد أسهل لكم يوم توصلون للمراكز الصحية. نعم. ومن لقاح كوفيد-19 اليوم آمنة بتعطينا خبر اليوم، والخبر اليوم يقول يتحدث عن الأطفال، فحدثينا آمنة. طبعا دكتورة، اليوم تقول الرابطة الألمانية أن أطباء يحذرون لا ترفع طفلك من ذراعيه، وحذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من رفع الطفل الصغير من الذراعين، نظرا لأن المفاصل لدى الأطفال الصغار تكون ضعيفة. وأوضحت الرابطة أن سبب هذا الضعف يرجع إلى عدم اكتمال نمو المفاصل، كما تكون الأربطة مرتخية، ومن ثم يمكن أن يتعرض الطفل أو المفصل الطفل للخلع بسهولة، ومن ثم يشعر الطفل بآلام شديدة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وضع حماية الذراع، حيث يحرص الطفل غالبا على جعل الذراع في وضع مثني ومضغوط بعض الشيء نحو البطن، ويجب في هذه الحالة الذهاب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن من أجل تصحيح موضع المفصل. أما في حالة إهمال العلاج فسيعاني الطفل من محدودية حركة الذراع بشكل دائم. وعن الطريقة الصحيحة لرفع الطفل الصغير، أوضحت الرابطة أنه ينبغي رفع الطفل من تحت الإبطين أو حمله من القفص الصدري. وطبعا دكتورة نقدر نقول أن هالموضوع جدا مهم، يمكن في ناس ما ينتبهون أن يرفعون الأطفال من يديهم، يعني سالفة أن يعلقونهم من أيديهم ويعني شي يرجحونهم يمين ويسار، هذه يعني سووها للأطفال شوي أكبر في العمر، لأن الأطفال الأصغر بعد هالأربطة حوالين المفاصل ما تشكلت بالطريقة اللي ممكن تحميهم. نعم. فشلوهم من القفص الصدري أو شلوهم من تحت الأبط. بالضبط. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبتكون معنا كالعادة أسماء الجناح بتعطينا آخر المستجدات. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. إيش عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ اليوم نتكلم بشكل عام عن يعني الملاحظات والأشياء اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن بنبدأها بسؤال تم نشره يوم أمس
ويقول: هل يمكنني أخذ جرعتي الثانية إذا كنت مخالطا لحالة إيجابية وتصادف موعد جرعتي مع فترة الحجر الصحي؟ في البداية على المخاط أتمام فترة الحجر الصحي وهي 10 أيام، ومن ثم الاتصال بمركز الاتصال 8342 لحد موعد آخر. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت تلقنا في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها هل التطعيم في هيئة الصحة لفئات معينة دي لازم يكونون حاملي إقامة دبي؟ بالنسبة للإستشارات المتعلقة بالسائحين، الخدمة متوفرة، ليست توفر للسائحين، توفر فقط لحاملي إقامة دبي. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا: كيف واحد ممكن يحجز؟ تكلمت في بداية الحلقة ممكن يحجز عن طريق مركز الاتصال، وأهم شيء إنه يسمعون لي التسجيل الصوتي، يعني التسجيل الصوتي يشرح لهم. بعض الأشخاص ممكن يعني يسألون ليش في تسجيل صوتي؟ في النهاية تسجيل صوتي يعني أنت بتحدد نوع التطعيم، الأشياء اللي تناسبك، تجاوب على الأسئلة الأولية أو التقييم الأولي، بعدين راح يجاوبك أحد يعني الموظفين المعنيين بمركز الاتصال لتحديد الموعد لك. أيضا هناك طريقة ثانية اللي هو تطبيق هيئة الصحة، نقاط أو طريقة وايد بسيطة ممكن يعني نحجزون فيها. فنحن نشجع الجميع لأخذ موعد والحجز، لأن جميع مراكز هيئة الصحة لا تقبل إلا من خلال التسجيل أو الموعد المسبق. أيضا بالنسبة لبعض المعلومات حول التطعيمات، ثلاث أنواع من التطعيمات متوفرة اللي هو فايزر بايونتك، أسترازينيكا وسينوفارم في هيئة الصحة بدبي، ممكن يختارون. بالنسبة للتطبيق يطلع اسم المركز بين قوسين نوع التطعيم، فهم لما يختار الموعد يشوفون اسم التطعيم والمركز. جميل جدا. فهم بيعرفون أي مركز يبدون يتوجهون له. أيضا هل في عمر معين للتطعيم؟ سينوفارم يبدأ من عمر 16، فايزر وأسترازينيكا يبدأ من عمر 18 سنة وما فوق. يعني تقريبا هاي أكثر الأسئلة اللي كانت تصلني بقنوات التواصل الاجتماعي، ونأكد على مواعيد بين الجرعتين لكل تطعيم. لقاح فايزر بيونتك لازم تكون المدة 21 يوم بين الجرعة الأولى والثانية. بالنسبة لأكسفورد أسترازينيكا الجرعتان يفصل بينهم 10 أسابيع، وبالنسبة لسينوفارم جرعتان يفصل بينهما 21 إلى 28 يوم. نأكد أن حتى بعد تطعيم نتمنى من الجميع التزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، لبس الكمامة والتباعد الجسدي. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. اسم الجناحي عطتنا يعني التفصيل عن آخر المستجدات. آمنة، أنا لفت انتباهي سؤال المخالطين، إذا أنا كنت مخالط ويا موعد جرعتي الثاني أقدر أنا أخذ أطلع من الحجر يعني وأروح أخذ اللقاح؟ الجواب أن لا، إحنا دائما نقول للمخالطين التزموا بالعشرة أيام بس عشان نتأكد أن أنت ما فيك إلا العافية، ومن عقبة تحصل على لقاحك الجرعة الثانية وتتصل في مركز الاتصال وتقول لهم ترى أنا مخالط وغيروا لي الموعد، وطبعا الأمور كلها بتكون واضحة وسلسة بالنسبة له. نعم طبعا دكتورة، خط هيئة الصحة بدبي اللي هو 8342، وعن تجربة دكتورة صراحة متعاونين جدا، وحجز المواعيد وهذه الأشياء تمر بسلاسة، لأن نحن أيضا متعاملين قبل من نكون يعني نحن موظفين في هيئة الصحة بدبي، نحن أيضا متعاملين، ناخذ مواعيد لأهالينا، ناخذ مواعيد لأنفسنا. فالخط الموحد لهيئة الصحة في دبي 8342 بيفيدكم كثير، وكذلك التطبيق الخاص بالهيئة. أنا شخصيا جربت التطبيق أكثر من مرة، يعني أسهل من كذي أنا ما شفت، والأمور وايد واضحة فيه. ويعني دكتورة يمكن أنا عكسك شوي، أنا قديمة شي أحب أتصل، ما أعرف ليش أحب أصعب الأمور. أنت النظام القديم وأنا القديم. الأحدث هامنا. فيمكن تنقلين تجربتك مع الابليكيشن وانقل تجربتي مع الخط. بالنسبه لي كان جدا سهل، يعني انا بالنسبه لي احب اخلص اموري اونلاين، حتى سوالف البنك وهذا كله انا اخلصه بالاونلاين. انا كني عيوز كني اولد ستايل شي، يعني احب الاصعب. فالصراحه يعني جربت، الوالد كان يبغى ياخذ تطعيم، اخذيت. انا كنت ابي افحص مره فحص كوفيد،
أسهل ما يكون دكتورة، مجرد اتصلت وخذيت لي موعد في عيادة ند الشبع، حتى ما رضوا يخلوني أنزل من السيارة، في السيارة كل شيء لين يجي وقتك اللي تفحصين حق كوفيد، فحبيت هالشيء عسب ما يكون في اختلاط يمكن بينك وبين ناس مخالطين أو شيء ثاني. لا، الأمور جدا واضحة، سواء كان عن طريق التطبيق أو عن طريق الاتصال، الأمور تكون جدا واضحة والأمور يعني ما فيها أي لخبطة. وهاي كانت آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. آمنة بنطلع فاصل قصير وبنرجع مع لكم مستمعينا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا 600-551-4414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. بس حبيت أعقب على اللي قالتها أسماء، المواعيد بين الجرعات. ممكن يعني الواحد يتساءل إيش معنى يعني كل واحد مختلف عن الثاني، آمنة؟ لأن كل واحد له آلية عمل مختلفة، ونحن نعرف أن اللقاحات هي عبارة عن تحفيز جهازك المناعي عشان يكون لك المناعة اللي أنت تحتاجينها والأجسام المضادة اللي تحتاجينها عشان تحمين نفسك ضد كوفيد-19. فبما أن كل واحد يشتغل بآلية عمل معينة، لذلك فترة الجرعة الثانية تختلف عن الثانية، لأن فيها مثل ما قلنا هي سلسلة تفاعلات مناعية في جسمك، وأنت في هذا الوقت تحتاجين الجرعة الثانية عشان تكملين سلسلة التفاعلات هذه، ويختلف من واحد من عن الآخر لأن كل واحد له آلية عمل مختلفة. عامة ومن لقاح كوفيد-19 ننتقل إلى الوجبات السريعة وتأثيرها على صحتنا النفسية. العديد من الدراسات تشير إن التأثير السلبي للوجبات السريعة على صحة الإنسان بشكل عام ودورها في ظهور المشاكل الصحية كالسمنة، بالإضافة إلى تأثيرها على الصحة النفسية للشخص كما أظهرت بعض الدراسات. وعشان نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سامة عبد الله، أخصائية التغذية السريرية. صباح الخير أستاذة سامة. صباح النور، يسعد لي صباحك، صباح المستمعين. أهلا فيك أستاذة سامة. أستاذة سامة، حبينا اليوم نتكلم وندردش معاك أكثر في موضوع المشاكل الصحية اللي ممكن تسببها كثرة تناول الوجبات السريعة. طبعا آمنة، تعرفين مع ضغوط الحياة وكثرة الأشغال اليومية يلجأ الناس للوجبات السريعة كحل أمثل لضيق الوقت، وشيء سريع يمكن الحصول عليه وهو في متناول الجميع، صغير أم كبير. ومثل ما أنت عارف أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الكل، ولكن الإفراط في تناولها له مضار صحية مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية والضغط لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون والأملاح، وأيضا تزيد من إصابة بمرض السكري بسبب زيادة الوزن لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، مما ينتج عنه ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي تزيد الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، ولا ننسى زيادة الوزن أو بالأصح تؤدي إلى السمنة، مما ينتج عنه انخفاض في تقدير الذات وبالتالي الاكتئاب وبدء المشاكل النفسية. نعم، وطبعا أستاذة سامة ذكرتي أن هناك ممكن علاقة للوجبات السريعة بالأمراض النفسية. صراحة هذا الموضوع يعني أو هذا العنوان دكتورة هند، تحسين أنه عنوان يعني ممكن يشد انتباهك أنه شو علاقة الوجبات السريعة بالأمراض النفسية؟ يعني دائما الواحد يفكر يعني الوجبات السريعة خلاص سمنة وسكر وأمراض، بس يعني ما تشد حد فكر أنه ممكن يأثر على صحتنا النفسية. نعم، اليوم تعرفنا طبعا أستاذة سامة شو هي العلاقة بين الوجبات السريعة والصحة النفسية أو الأمراض النفسية مثل ما نقول. طبعا مثل ما ذكرتي أن في العديد من الدراسات تشير أن لها تأثير على الصحة النفسية، وهي بس مو تأثر على الصحة الجسدية، ولكن تأثر وتزيد معدلات الأمراض النفسية التي تصيب الفرد بسبب نقص الفيتامينات والمعادن
التي يحتاجها الجسم مما يؤثر على الصحة النفسية. ومن أهم هاي الفيتامينات فيتامين دال الذي يؤثر على الذي يؤثر نقصه للقلق والاضطرابات المزاج، وفيتامين باء وأيضا ارتباطه بالقلق والاكتئاب، والسيلينيوم والمغنيسيوم. فالأطعمة المصنعة والوجبات السريعة غنية بالدهون وتنتشر بصورة كبيرة وتتزامن مع ارتفاع نسبة الإصابة بالاكتئاب. نعم، فلذلك يعني أستاذة سامة نقدر نقول أن هناك علاقة يعني مثل ما ذكرتي بالفيتامينات أيضا تأثر بالصحة النفسية. صحيح. نعم، طبعا بعض الدراسات العلمية تشير أن استهلاك المراهقين طبعا الوجبات السريعة يعني المتكرر يرفع خطر إصابتهم بالاكتئاب، فمثل ما ذكرتي أن هالشيء طبيعي له علاقة بالصحة النفسية، الوجبات السريعة والصحة النفسية. فشو نقدر إذا ممكن من جهتك أنت كأخصائية تغذية توجهين المراهقين اللي ممكن يكونون يسمعوننا اليوم؟ نحن دائما ننصح بإعادة النظر والتفكير قبل استهلاك كميات كبيرة بشكل يومي من الوجبات السريعة. صح أنها لذيذة وحلوة وسريعة، ولكن عواقبها وخيمة. هي يعني ما تأثر بس على الجسد وزيادة السمنة والأمراض، ولكن تؤثر أيضا على الصحة النفسية وعلى المزاج، وهذا الشيء يعني جدا خطير، فلازم ننتبه له وما نكثر من هالأشياء، وننتقل للوجبات الصحية اللي تكون غنية بالمعادن والفيتامينات اللي يحتاجها جسمنا. هل في نصايح توجهينها للي يقبلون على هاي الوجبات السريعة بشكل يعني تقريبا يومي؟ شو تنصحينهم أستاذة؟ أنا ما أقولهم يوقفون يعني، ولكن يجب التخفيف من هالوجبات لأنها عالية من السعرات وعالية بالدهون المشبعة وعالية بالأملاح، ودائما ننصحهم أن ينتقلون أو يستبدلونها بالأغذية الصحية، ويكون الطبق الصحي لهم يكون يحتوي على جميع المجموعات الغذائية الخمس، واللي هي تشمل الخضروات والفواكه واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب الموصى بها، وعدم الإفراط فيها أيضا لأنها توفر العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم والضرورية له. أستاذة سامة عبد الله أخصائية التغذية السريرية، شكرا على وقتك الثمين والمعلومات القيمة اللي عطيتينا إياها، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. آمنة، تعقيبا على كلام الأستاذة، يعني ما شد أبدا حد فكر أني أنا إذا كليت وجبات سريعة بشكل يومي فهذا معناته مو بس أني أنا بعرض نفسي للأمراض والسمنة وما غير ذلك، أنا ممكن حتى أثر على صحتي النفسية، لأن هي مثل ما قالت هو مليان بالدهون والدهون الغير صحية أيضا، فهذا أكيد بيأثر على مزاجنا مو بس على جسمنا، بعد ممكن يأثر على المزاج ويسوي لنا مشاكل نفسية خطيرة إحنا في غنى عنها الصراحة. نعم، وطبعا أيضا دكتورة يعني أمس في حلقة الأمس ذكرنا أن أيضا الأطفال دكتورة وجباتهم لازم تكون وجبات صحية، وإذا قلنا وجبات خفيفة أيضا تكون وجبات خفيفة. صحيح. وصحية. وأنا أقول إحنا كمراهقين أو كناس بالغين المفروض إذا نحن حسينا باليوع نشبع نفسنا بهاي الوجبات الخفيفة، مثل ما ذكرتي أيضا دكتورة عندكم عادة حلوة في الدوام. أيه. اللي هو السناك الصحي. وحتى أنا أنصح المستمعين كلهم لما تشترون السناكات هذه احرصوا أنكم تتنقون الأشياء الصحية، لأن أنتوا إذا ما وفرتوا هاي الأشياء في المنزل لما الواحد يوع ويدور لشي ياكله على طول بيحصل الأشياء الصحية هذه. نعم، فنخلي الوجبات الخفيفة الصحية في متناولنا عسب ما نوصل يعني لمرحلة الجوع اللي صحيح. يعني خلاص ما نروم نصبر ونطلب وجبات سريعة. فطبعا ننتقل للدكتورة من هذا الموضوع إلى تذكير المستمعين بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي، واللي هي المراكز الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي ومركز المنخول ومركز الطوار ومركز ند الشبة الصحي ومركز اللسيلي الصحي. وطبعا هاي مراكز دكتورة تتطلب موعد مسبق مثل ما ذكرنا، وكذلك هناك مراكز مخصصة أيضا لفحص كوفيد بموعد مسبق، واللي هي مجلس الراشدية ومجلس مينا جميرة واحد، وطبعا هاي تعمل من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء،
ونادي النصر من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا. ودكتورة ذكرين المستمعين بمراكز الفحص دون موعد مسبق؟ دون موعد مسبق عندنا فقط مركزين اللي هو الموجودين في مراكز التسوق عندنا اللي هو مول الإمارات وسيتي سنتر تيرا. طبعا أوقات عملهم شوي تختلف لأن بطبيعة حكم مكان وجودهم من الأحد للأربعاء يكون من الساعة 10 للساعة 5 المساء، والخميس للسبت يكون من 10 الصبح إلى 7 المساء. فقط هذول المركزين الوحيدين اللي يستقبلون الأشخاص بدون مواعيد، باقي المراكز اللي أنت ذكرتيهم آمنة كلها بمواعيد. نعم. وطبعا أيضا دكتورة ذكرنا أمس أن هناك مراكز صحية خاصة بتقييم حالات كوفيد-19. ننوه المستمعين لهاي المراكز لأن في ناس ما تعرف دكتورة وتروح تتوجه للمركز الصحي تبي مثلا يعني تعالج في هذا المركز الصحي، فإحنا نبي نذكر المستمعين بأن هناك مراكز صحية معينة قد تم تخصيصها لتقييم حالات كوفيد-19 الإيجابية، واللي هي مركز البدع الصحي ومركز الخوانيج الصحي ومركز البرشة الصحي. وطبعا هاي مراكز صحية مهمة جدا لأنها تعني حاليا بحالات كوفيد، يعني الأشخاص المصابين بحالات كوفيد وعندهم أعراض، فهي توفر لهم كل الرعاية الصحية اللي محتاجينها والإقامة القصيرة لحين تحويلهم للمستشفى. يعني احنا حاولنا نختار الأماكن اللي ممكن تغطي معظم الإمارة وخصصنا لهم هاي الأماكن عشان أولا ما يختلطون مع باقي المراجعين، ثانيا بعد يكون لهم مكان يعرفون وين يلجؤوا له إذا احتاجوا التدخل الطبي هذا. ونتمنى أيضا دكتورة من المتعاملين من المستمعين التعاون مع هيئة الصحة في دبي، في ناس يتوجهون ممكن يعني يتعرضون يعني تحسينهم مثلا معصبين، والله ليش المركز هذا قريب من بيتي، ليش خصصتوا لي حالات كوفيد. نحن الحين يعني مثل ما يقولون إيد بإيد دكتورة، نتعاون مع هيئة الصحة في دبي، نتعاون مع جميع الجهات الموجودة في خط الدفاع الأول، وهذا طبعا لمصلحتنا ولمصلحة المجتمع. بالضبط، يعني هاي الظروف استثنائية وليست دائمة، يعني إذا إحنا ما تعاوننا وما تفهمنا الظروف الاستثنائية هذه في النهاية إحنا مجتمع واحد، وإحنا مش بس نفكر في عمارنا، إحنا نفكر في المجتمع ككل. نعم. طبعا دكتورة ونفس الملاحظة للمجتمع بخصوص يعني العيادات المخصصة، العيادات النظيفة، يوم يطلبون منكم أن دخول شخص واحد، أنا يعني شفت بعيني ناس يعني يمكن نقول قلة قليلة، والله مو بوايدين يعني، أنه مو متعاونين دكتورة، مثلا يقول والله أنا بدخل ويا حرمتي، أبا أدخل ويا حرمتي حامل، إحنا نقول هذا لمصلحة المرأة الحامل، لمصلحة الطفل اللي جاي الطعم، إن تكون هذه عيادات نظيفة مثل ما خصصتها هيئة الصحة في دبي. بالضبط بالضبط. آمنة بنطلع فاصل قصير وبنرجع نتحدث عن الأمراض التنفسية، شوية راح يحدثنا الدكتور عن بعض التفاصيل عن الخدمات اللي توفرها الهيئة من ناحية الأمراض التنفسية. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير وبنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعتبر قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد من الأقسام الطبية الرائدة اللي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى طبعا وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال. وعشان شوي نتحدث زيادة عن هذا القسم والخدمات اللي يوفرها، يسعدني ويشرفني أن نستضيف اليوم معنا عبر الهاتف الدكتور وليد محمد محمود، استشاري أمراض الجهاز التنفسي ومدير إدارة الطب الباطني بالإنابة في مستشفى راشد. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. لو شوي تحدث المستمعين عن الخدمات اللي تقدمها اللي يقدمها لنا قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد بشكل عام. شكرا، أشكرك شفتي على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا قسم الأمراض التنفسية يستقبل أولا قسم الحالات الطارئة على مدار الساعة
24 ساعة في اليوم عن طريق قسم الحوادث في مستشفى راشد. طبعا قسم ذكر الالتهابات الرئوية، انتكاسات الربو، انتفاخ الرئوي، السل، حالات نقص الأكسجين، والأمراض الرئوية اللي نسميها الأمراض الرئوية الخلالية، انتكاسات هذه الأمراض. وأيضا طبعا يندرج تحت القسم خدمات تخصصية دقيقة ثانية، يعني احنا سوينا مثلا احنا نسميه السب سبيشاليتيز تحت الأمراض التنفسية. مثلا لدينا احنا فريق طبي من أطباء وممرضات وفنيين متخصصين في الربو الشديد والربو المستعصي. فهذه يسمح لنا النظام ان احنا نركز، يعني نصب تركيزنا التام على تشخيص وعلاج الربو الشديد في مكان واحد في وقت واحد. نعم. وعندنا بعد فريق متكامل تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية في النوم، انقطاع التنفس في النوم. ويتم التشخيص في مختبر النوم اللي عندنا في المستشفى، ويعني احنا حدثنا هذا المختبر بأحدث الأجهزة في هذا المجال، مجال الأمراض التنفسية في النوم. وفي عندنا بعد فريق طبي متخصص آخر تشخيص الأمراض الرئوية اللي احنا نسميها الخلالية، أو اللي يسمونه بالإنجليزي interstitial lung disease. وعندنا عيادة خاصة له، وعندنا استشاري متخصص في هذه الأمور. وعندنا بعد تخصص آخر هو فريق طبي متمرس في طب نسميه التدخلات العلاجية للحالات الرئوية، أو interventional pulmonary بالإنجليزي، عن طريق اللي هي التشخيص عن طريق المنظار الرئوي للتشخيص وأخذ عينات من عدة مناطق في الرئة باستخدام أحدث الأجهزة، سواء كان بالسونار أو بالفايبر أوبتيك الكاميرا الضوئية. وكل هذه الفرق والتخصصات لها عيادات، يعني في خاصين عيادة كل يوم لتخصص معين، بالإضافة إلى العيادة العامة للأمراض التنفسية. وطبعا إحنا يتم الوصول عن طريق تحويل من عيادات الهيئة، سواء العيادات اللي داخل المستشفى أو العيادات اللي في المحيطة، زين العيادات الصحية الأولية تحولنا لهذه العيادات. نعم دكتور وليد، إذا ممكن طبعا تحدثنا اليوم عن، أنت ذكرت بعض الإمكانيات التقنية والطبية اللي يمتلكها قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد، حابين نعرف أكثر عن هاي الإمكانيات التقنية والطبية لو تحدثنا دكتور. نعم احنا عندنا طبعا مختبر متكامل لوظائف الرئة. هذا المختبر يقوم بتقييم وظيفة الرئة ومدى تأثرها بالعوامل المحيطة. جميل جدا. وأيضا هذا المختبر وظائف الرئة نستخدمه لكي نتابع أثر الأمراض على وظيفة الرئتين. غير هذا طبعا مختبر النوم، عندنا مختبر النوم عبارة عن هي أجهزة متطورة نوصلها للمريض على أساس نقيس مدى عمق نوم المريض، مدى أثر انقطاع تنفس أثره على الأكسجين، أثره على النبض. وهذا يتم عن طريق أجهزة حديثة في المستشفى، عندنا غرفتين بشكل مبسط، يعني المريض ينام ينا في الليل مثلا، ينام في المستشفى لين الصبح والأجهزة تكون موصلة به، واليوم الثاني تطلع النتائج، المعلومات اللي احنا نسميها الديتا تكون مسجلة ثانية بثانية، فتطلع ما يضاهي يعني 1000 صفحة من المعلومات. عندنا طبيب متخصص في أمراض النوم يعاين هذه المعلومات، وبعدين يطلع بتشخيص سواء فيه انقطاع تنفس في النوم ولا ما فيه، ولا هل فيه أمراض ثانية. وبعدين يتم مناقشة المريض بالنسبة للعلاجات اللي ممكن هو يأخذها. دكتور هذا يبيلنا معاك يعني في هذا الموضوع، مختبر النوم، يعني تقريبا يمكن نقدر نقول حلقة عشان نتكلم عن هذا المختبر. صراحة يعني باين أنه مختبر بإمكانيات عالية، يعني مثل ما ذكرت دكتور. نعم. فدكتور من المختبر اللي ذكرته، مختبر النوم والمختبرات الأخرى والتقنيات المتطورة في مستشفى راشد، حبينا نعرف دكتور شو الخدمات اللي يقدمها هذا القسم الخاصة بمرضى الربو. طبعا احنا الربو
نطلب له اهتمام خاص. الربو له مو بس عيادة خاصة، ولكن الربو الشديد له بعد عيادة خاصة أخرى عندنا في يومها المحدد، وما تستقبل إلا الربو الشديد. وفي هذه العيادة طبعا متخصصين في الربو، يكون فيها مثقفة ربو مهمتها الدخول في تفاصيل محفزات الربو عند المريض وإعطاء النصائح لتجنب هذه المحفزات كاسات الربو، وبعدين يتم التأكد من الاستخدام السليم للبخاخ. وأيضا تكون هذه مثقفة الربو تكون نقطة تواصل بين المريض والطبيب. تعرفين الطبيب أحيانا ممكن يكون عنده راوند ولا مرور على المرضى، فالمريض لازم يكون له حد يتواصل معه على أساس أنه يوصل المعلومات إلى الطبيب، وإذا احتاج الطبيب يكلم المريض أو يطلب من المريض يجي المستشفى هذا يكون يعني يحصل. يعني أنا يعني جدا معجبة بفكرة مثقفة الربو هذه، يعني حلو المسمى حتى يعني كأنه نفس المثقف اللي عندهم أمراض السكري، بس هذه بتعلم المرضى كل الأشياء الخاصة بالأشياء اللي ممكن تحفز الربو، وبتدخل في تفاصيل أكثر مع المريض، وبتلخص الموضوع للطبيب، وتحاول يعني يمكن تنتبه لبعض الأشياء اللي يسويها المريض وما ينتبه عليها. وبعد فكرة إن استعمال الصحيح للبخاخ، أيضا الكثير يجهل الطريقة الصحيحة للبخاخ ويدخل على الدكتور يقول أنا والله أخذت البخاخ وما استفدت منه. أكيد هذا الشيء لاحظته عندكم دكتور بعد. نعم صحيح، وهذا شيء أساسي. يعني يكون عيادة ربو لازم يكون فيها مثقفة ربو على الأقل. طيب دكتور، لو شوي تحدثنا عن النصائح اللي أنت توجهها لمرضى الربو بشكل عام، وبعد يعني في فئة خاصة جدا اللي هم فئة الحوامل المصابات بالربو، وبعد إذا في نصايح أنت توجهها لهم دكتور. بشكل عام لمرضى الربو طبعا هي أهم نصيحة هي الالتزام بالأدوية والبخاخات. وأنا أقول هالشيء لأن مرض الربو مرض أعراض متذبذبة، يعني تكون موجودة أحيانا وأحيانا ما تكون موجودة. فممكن هذا الشيء يخدع المريض احيانا انه يحس انه خلاص الربو راح، ولكن احنا عارفين ان الربو مرض مزمن، فالالتهاب في الشعب الهوائيه دقيقه موجود دائما. ايوه، فلازم المريض يلتزم بالادويه وما يوقف الا اذا الطبيب قال. اوكي. والشيء الثاني يكون دائما يحافظ على نشاطه الرياضي، نشاطه البدني دائما. ما يقول انا عندي ربو والله ما بتمرن، لا. ايوه اوكي. نعم. وبالنسبة للحوامل نفس النصائح، ولكن اللي لاحظنا إن مريضة الربو من تحمل توقف كل الأدوية. صحيح. وهذا خطأ. تخاف على الجنين، يعني هذه. تخاف على الجنين. هي. نعم. ولكن ما في يعني ال guidelines تقول إن المفروض ما توقف الأدوية. ولا عندها شك في هذا الشيء. أول ما اكتشفت إني حامل أو إن هي بتحمل تكلم طبيب الأمراض التنفسية. صحيح. لأن إحنا عادة ما نوقف الأدوية، لأن الحمل أصلاً يعتبر من المحفزات، يعني يمكن للربو. محفزات، نعم. يعني 30% من اللي عندهم ربو احتمال الربو يكون أسوأ في فترة الحمل، وتأثير الربو اللي طلع نطاق التحكم في فترة الحمل تأثيره على الجنين وايد أكبر من تأثير الأدوية السلبي اللي هو ما أثبت أصلاً. وأدوية موجودة في عشرات السنوات هذه وما أثبت أنها إن في منها ضرر. يعني هاي الأدوية أكيد بتكون آمنة للحوامل، ولا أنتم ما بتوصفونها للمرأة الحامل دكتور؟ لو تقول لهم شو هي التأثيرات اللي بتكون على الجنين عشان نخوفهم زيادة ونخليهم يلتزمون بأخذهم للأدوية دكتور. يعني التأثيرات إذا الربو كان خارج نطاق التحكم بشدة في فترة الحمل، يعني إحنا سمحنا للربو أن يطلع خارج نطاق التحكم ويستوي شديد فترة الحمل، في زيادة فرصة أن يكون في حمل مبكر. بالإضافة إلى مبكرة دكتور. ولادة مبكرة. نعم. متخصصة. لا ولادة دكتور. إيه. premature labor. إنزين إحنا نسميه. ففي كريز ريسك. والأشياء الثانية طبعا أتوقع أن التخصصين في علم الولادة. أي. نعم.
آمنة يعني يوم بنستضيف دكتورة في نسوي الولادة تذكرين نسألهم عن هذه. نعم تأثير الدكتورة ما تطرقنا قبل تأثير الربو على الحوامل، وطبعا ها يعني الدكتور حب إن يعني باجتهاد منه إن ينوه لهذا الموضوع لأن طبعا أكيد لكثرة تواجد الدكتور عندكم أو مثل ما شفت أنت بحكم خبرتك في الأمراض التنفسية من الحالات اللي تيك من الحوامل أكيد كان يعني هناك يعني وجب أن نحن ننوه المستمعين، صحيح دكتور؟ نعم صحيح. دكتور وليد لو تعطي للمستمعين النصائح الأخيرة بخصوص الأمراض التنفسية بشكل عام والربو بشكل خاص. بشكل عام الرئة السليمة هي في الجسم الرياضي الشخص اللي يحب يعني الرئة ما تحب الشخص اللي هو يكون جالس، الرئة تحب أن تستخدم دائما ويكون تبي تشالنجد يعني يقولون عارفة كيف. وأهم شيء الواحد يحافظ يا أما على المشي أو على الرياضة. الراحة التامة مب مفيدة حق الرئة. بالضبط بالضبط دكتور. نعم. وخصوص الربو شو تنصح المستمعين وحين يعني أكيد مع الجائحة وها فالناس شوية يعني تتخوف بزيادة من أي أعراض تنفسية، فشو تنصح المستمعين بخصوص الربو؟ هي نصائح هي نفسها النصائح العامة اللي هو تجنب محفزات الربو، سواء يعني الاهتمام عادة يكون خارج محفزات خارج الجسم سواء كان الغبار المبيدات الروائح أو البخور، عندنا طبعا خصوصا في بعض أماكن العمل، ولكن لازم ننتبه إن في محفزات للربو داخل الجسم مثل الارتجاع المريئي هي الأسباب اللي قد تخفى على الكثير، التهابات الجيوب الأنفية ممكن يكون من محفزات، السمنة المفرطة من محفزات الربو، وطبعا أخيرا القلق والحالة النفسية هذه قد تؤثر على أن الربو يطلع من خارج نطاق التحكم، لازم ننتبه لهذا الشيء بعد. نعم وطبعا دكتور اليوم أنت ذكرت نقطة أو مثل ما نقول جملة جوهرية يعني أنا جدا دكتور ممتنة لسماعها الصراحة اللي هي الرئة السليمة في الجسم الرياضي، فطبعا هاي إذا بنقول النصيحة الجوهرية اللي ممكن الدكتور يقدمها بحكم خبرته ومجال عمله إن نحن دائما نقول يمكن مريض الربو لازم ما يتحرك لازم ما يبذل جهد رياضي، بس الدكتور اليوم يقول للمستمعين إن الرئة السليمة في الجسم الرياضي. دكتور وليد محمد محمود استشاري أمراض الجهاز التنفسي ومدير إدارة الطب الباطني بالإنابة بمستشفى راشد، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم، شاكرين لفريق العمل في إدارتكم كل الجهود اللي تبذلونها خاصة مع جائحة كوفيد-19، شكرا لك دكتور على وقتك الثمين. شكرا الله يوفقكم. الله يوفق الجميع شكرا لك. كان معانا الدكتور وليد استشاري أمراض الجهاز التنفسي وتحدثنا بعمق عن أمراض الجهاز التنفسي والخدمات اللي توفرها مستشفى راشد، إلى جانب الحديث المفصل عن الربو ومحفزاته، وعطانا النصيحة الجوهرية أن الرئة السليمة في الجسم الرياضي. فأعزائي المستمعين احرصوا أن جسمكم يكون رياضي، احرصوا على الحركة ولو على الأقل 30 دقيقة في اليوم، رياضة خفيفة، مشي على السريع، أي شيء، يعني مو بشرط لازم أنت تروح الجيم وتسوي الرياضة، أنت تقدر تمارس الرياضة في أي مكان. معظم الأماكن السكنية في الإمارة أصبحت أصلا يوزر فريندلي، يعني سهل جدا أنك أنت تمارس الرياضة في مكان سكنك، دائما في حديقة حوالينها ممشى، دائما في مسار للدراجات، يعني ما شاء الله الإمارة وايد وايد يعني تحاول قدر الإمكان أن المدينة هذه تكون مدينة رياضية. وكذلك دكتورة خطوات بسيطة، يعني الإنسان اللي مثلا ما تعود على المشي ما تعود على الرياضة، ويمكن مع الجائحة قعدنا وايد دكتورة في البيت، أنا جربت أني أثبت مثلا التايمر دكتورة على ربع ساعة، بدينا بربع ساعة، يعني ربع ساعة تقولين أوه ربع ساعة فترة بسيطة، خلاص بس مشي لو في البيت حوالين البيت، لو داخل البيت تصعدين السلم وتنزلين، هاي ربع ساعة بتجر نص ساعة بتجر لك ساعة في اليوم، وإن شاء الله بتساعد على اتباع
أسلوب صحي طبعا، وليس فقط لحماية الرئة دكتورة، لحماية الجسم بأكمله. طبعا الدكتور في جعبته الكثير، واليوم كان يحدثنا فقط في جانب الخدمات المقدمة في مستشفى راشد. نحن الصراحة دكتورة حابين نسمع أكثر في المرات القادمة. أيضا حسيبنا نرمس شوي زيادة عن عيادة النوم، حسيتها شوية شيء يعني حتى شي مثقفة الرب ودكتورة مثقفة يعني الرب. وإذا نستضيفها آمنة مثلا تحدثنا بالضبط رحلة المتعامل معاها، هي كيف تتعامل معاه وشو هي الأشياء الجوانب اللي تركز فيها مع الشخص. فحلو حلو إن إحنا يعني نستضيفها وناخذ من خبراتها شوي. نعم، فالدكتور اليوم نوه لنا على مواضيع جميلة ممكن نفيد المستمعين. وطبعا مستمعين إذا حابين نتناول مواضيع معينة، حابين نذكر لكم أشياء معينة، تقدرون أن أنكم ترسلون شو المواضيع اللي حابين أن احنا نتفاعل فيها وياكم على الرسائل النصية القصيرة اللي هي 4006، لنكون مع بعض يعني حلقة وصل ونوصل المواضيع اللي أنتم حابين نتكلم فيها. طبعا أمنا يانا استفسار عن طريق الرسائل النصية، مستمع سأل أنه كان ماخذ الجرعة الأولى من اللقاح وبعدين أصيب بكوفيد-19 أثناء انتظاره لأخذه لجرعته الثانية، فهل هو ياخذ اللقاح أو ما ياخذ اللقاح؟ ومتى يعني هو، فهو يبي يعرف يعني أقدر أخذ جرعتي الثانية أو لأني أنا أصبت خلاص ما أخذ، ومتى أنا أقدر أخذ إذا مسموح لي. طبعا بشكل عام إذا أنت أخذت جرعتك الأولى وأثناء فترة انتظارك أصبت بكوفيد، لازم تمر مدة 10 أيام إذا كان مرضك جدا خفيف أو كانت بدون أعراض، تنتظر مدة 10 أيام، وإذا وصل موعد جرعتك الثانية بعد هاي المدة تأخذها، أو إذا شوي طافت المدة عن الـ هذا واضطريت أنك تنتظر ما في إشكالية أن شوي نأخر لك الموعد. بس بشكل عام إذا كنت بدون أعراض أو مرضك كان خفيف وطفيف تقدر تأخذ اللقاح بعد 10 أيام. ولكن إذا كانت أعراضك شوي شديدة واضطريت أنك أنت تدخل المستشفى من وراها، فقرار أخذك للجرعة الثانية وخصوصا إذا كان لقاحها ساينوفارم يعتمد على الفريق الطبي اللي عالجك، هو بيقدر هل أنت تحصل على متى تحصل على الجرعة الثانية، هو أنت تحصل على الجرعة الثانية هذه في حالة إذا أنت وايد تعبت واضطريت تدخل المستشفى من وراء مرضك. وفي النهاية دكتورة دائما نقول للمستمعين الاستشارة الطبية ثم الاستشارة الطبية، لا تسمعون الكلام من أي مكان إلا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة في دبي، لأن نحن واثقين بالتدقيق اللي يصير على النشرات اللي تنزل في يعني حساب ما ننزل معلومة مو متأكدين منها، ما ننزل معلومة ما مبنية على دراسات وبحوث. فيعني يعني بحثكم لازم يكون في المكان الصحيح، يعني مو في جوجل ولا في مكان، ابحثوا في المكان الصحيح. ونحن نحثكم على متابعة انستغرام هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA_دبي للحصول على كل المعلومات اللي صدق اتهمكم في هذا الوقت الحالي. بالضبط، وهذا الشيء بعد يعني حصولهم على اللقاح للأشخاص اللي أصيبوا بكوفيد سابقا، يتريون 3 أشهر بعدين بإمكانهم هم يحصلون على اللقاح. هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى مستمعينا الأعزاء أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمتابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أحمد سلامة ولمخرجنا المبدع دائما الأستاذ أيمن، طبعا كل الشكر لك زميلتي وشريكتي آمنة آل علي، شكرا على وجودك معي اليوم. شكرا لك دكتورة على معلوماتك أيضا دكتورة القيمة اللي دائما تثرين فيها الحلقة. هذا واجبنا آمنة. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.